التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد في استمراريه انطلاقات اشواط صباحيه هذا اليوم. يسير شوطنا السادس الذي يضم نخبه من فئه الجعدان اللي جايه، سير الى المقدمه واتابع الصداره والمركز الاول، وهنا الفايز فهد بن خميس بن ناصر السنيدي يتقدم على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وهنا في المركز الثاني معزم خميس بن محمد بن خصيب الظاهري على المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول هذا شاهين عمر بن مطر بن لاحج الهاجري يتقدم المنتشي مع مستوى المركز الثالث، بينما ناخذ الوصول المركز الرابع هذا شاهين اللي هجن ند الشبه، وسالم وسعيد بن سالم يتابعه في عمليه التضمير والتدريب، بينما شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على ظهر سراب، وعتيق بن سالم بالعرتي الحميري ابو احمد يتقدم في عمليه تضميره على المركز الخامس، بينما في المركز السادس الان يتقدم انا مياس لهجن سيح السلم، وسعيد بن سالم لنيبي يتابعه في عملية تضمير وتدريب في هذه اللحظة، بينما ناخذ اللي على المركز السابع هناك ثاير لمحمد بو سلطان برشيد السويدي يتقدم مع ثاير اللي على المركز السابع في هذه اللحظة، المركز الثامن يأتي ويتقدم الفارس سالم بن سهيل بن صالح العامري يقدم الفارس على المركز الثامن، بينما في المركز التاسع ياتي حمران الال بن سعيد بن الال الظاهري يتقدم على المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز هذا لاضي سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي يتقدم على المركز العاشر. هذه هي النتيجه والنداء للعشر المراكز الاولى، او بين لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات، ولكن عوده من جديد الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره والى البدايه الى المركز الاول في هذه الانطلاقه وفي هذا التحدي الجميل والرائع. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى المركز. عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وهنا على البداية الأولى مياس لهجن سيح السلم يقدم في عملية تضمير، سعيد بن سالم الينيبي من يتابع في عملية التضمير على المقدمة، بينما في المركز الثاني هنا يأتينا في هذه اللحظة شاهين لهجن ند الشبه، وسعيد بن سالم يراقب في عملية تضمير، بينما في المركز الثالث هذا ثاير محمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي رابع المراكز وتابع شاهين، هذا شاهين يتقدم لعمر بن مطر بن سيب بن لاحج الهاجري
الجزائري يتقدم على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس يتقدم الآن لاضي لسعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحبابي. بدأت الأسماء تتقدم، بدأت الشعارات تسير نحو الفوز ونحو الانتصار، بينما شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم على ظهر سراب، ويتقدم عتيج بن سالم بالعرض الحميري. يلا يا المتمرس، يلا يا عتيج يا بن سالم، من يتابع في عملية تضمير يراغب هذا الانطلاق، بينما هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يبحث عن الانتصار. 1200 أيها الأخوة الكرام، 1200 على خط النهاية. واحد جاب لي مياس، وين؟ ما شاء الله عليك يا مياس، السلالة الصغانية، قال في أبيات أحد الشعراء: ما دام عندي ود مياس يهبني من مطلعي كوس. الله، هذه كلمات مسري يبدو لنا يا ليبي إذا صح التعبير. الله 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 الله، بلبس عقال السبق من كوس. ها هو مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، مياس مياس يا مياس، بدون أوامر وبدون تعليمات كالعادة على الانتصار. على المقدمة الأولى، على المركز الأول، شاهين على المركز الثاني لجنة الشبه، وسعيد بن سالم يتابع في عملية تضمير. لكن خلاص ما يصح الا صحيح مياس في سجلاته، لو راجعنا تاريخه بنلقى انجازاته مالية ما شاء الله وتبارك الله، يضيف انجاز تلو انجازاته السابقة. سلام لمؤسسة هجن، صيح السلام وتهانينا والناموس لسعيد بن سالم لينيبي. عصاته في بطانه، عصاته في بطونه، بدون اي اوامر، بدون اي اوامر. هو مشاهدين الاعزاء ينتزع ناموس الشوط. تهانينا لهجن صيح السلم، وتهانينا لسعيد بن سالم لينيبي على هذا الفوز والانتصار بدون اي اوامر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل مشاهدين الاعزاء؟ شاهين لهجن صيح السلم. المركز الثالث وصل شاهين لعمر بن مطر بالاحد الهاجري. هكذا هي النتيجه للثلاث المراكز الاولى. ما شاء الله يا التيم، ما شاء الله يا التوقيت، 7 دقائق و41 ثانية بدون اي اوامر. هذا تهانينا والناموس على هذا الهوز، يسجل التوقيت الافضل والاجمل في سباق اليوم. ها هو مياس، تهانينا والناموس للجميع.